أهلا بيكم مع الشيف شربيني. وصفتنا النهاردة محشي ورق عنب بالريش. المقادير: ريش ضاني، ورق عنب، رز، كزبرة خضرة، شبت وبقدونس، طماطم، بصل، ثوم، مرقة، بهارات، جوزة الطيب، ملح وفلفل أسود، زيت عباد الشمس، جزر وكرفس، حبهان، ورق لورا، صلصة طماطم. هقول لكم دلوقتي طريقة التحضير. حطي مية مع البصل والجزر والكرفس وحبهان وورق اللورة وملح وفلفل وقطع الطماطم واسلقي معاهم الريش، وبعدين افرمي البصل مع الثوم والطماطم واخلطي الرز المغسول المتصفي مع الخليط المفروم. بعد كده حطي عليهم الشبت والبقدونس والكزبرة الخضراء المفرومة، وبعدين حطي البهارات وجوزة الطيب وملح وفلفل وزيت وقلبي الخليط كويس. لف المحشي دلوقتي بعد ما تحطي الحشوة جواه ورصيه في حلة فيها قطع جزر وبصل وتوم ومرقة وكزبرة خضرة وطماطم وعليها شرايح ليمون وتوم، وبعدين اسقيه بشوربة الريش وحطيه على النار وغطيه وسيبيه لحد ما يستوي على نار هادية، وبعدين حطي مع الريش عشان تكمل سواها، وبعد كده حمري الريش في شوية زبدة وقدميها مع المحشي. ويا رب أكلتنا تعجبكم وبالهنا والشفا، وتابعونا دايما مع وصفات الشيف شربيني.